السلام عليكم حيثام متابعين إريسات. يوم 7 فبراير سنة 2023 اليوم لدى الأخبار اللي قرأ لكم كسل فرس أخبار. عملية تأسيس حكومة انتقالية تجراي بزحام شاقلة. نعر أرثوذكس بيتكستان أتوبيا حلول راكبام. سبعة وثلاث لاجئة بحر المتوسط توقعون. لعبير سخبار سمت أنحكم تفاصيل للتلالة لكم. عملية تأسيس حكومة انتقالية تقليم تجراي رسمي بتتكم هليتا. قل عملية لا تأسيس قل تمراح ابن دول حكومة تقليم تجراي من سئ نفر اسست لليت لجنة حبرتا. رئيس لنا لجنة قابل هلا اتحارب شمال اتوبيا قائد قوات اقليم تجراي لعلى جنرال تدستا قدموا يشارح صحفين. عملية تأسيس حكومة تقليم تجراي اتمدت حكار قل تتممكم تحبرام. أسست لليت لجنة ثلاث من جبهة الشعبية تحرير تجراي، ثلاث من قوات دش تجراي، وثلاث متعلمين تقبهم. تحريان نايلة لجنة لترأى قرار فردي من بزحام حذاب سياسة تجراي قبول يترك بها اللام. للجنة مثل الشعب متعلمين قيادة حذاب سياسة أنفار دش مير حد ديانات وديب خارج لنبرة تقارو اندت قاميتا رأيي قل تجمع كمتا اند أشرا جنرال تدسيم مثل حدة وقت تحدي قل سادفة قمقدر إيسا ترام. عملت لي انتقال كفو قل تتممتو التالب المسألة وفنتي ثلاثة أسات حكومة انتقاليات نايل أقليم بحكومة فدرالية أوتوبيا مقبولة قل تقبى من لمثل شروطات قل تأتمم هليت إلا لا تبل مسألة أسك أذاكم إتوضحت لتهدقم. جبه الشعبية تحرير تقرأي لعملية انتقال اتمام فعتا قل تاو علم تجهد هليت اندبيلو لشكو تناديم سياسة تقرأي للجنة استبل هليت قبيل أتعقبه لوم. لتتأسست حكومة انتقالية مراد الشعب تقرأي لتتمم ودي مستقبل حكومة تقليم إجل تتأسس دمان ديمقراطية إجل لا أرضة لا تطفي إجل تقبه ليت إلا للبلو تنازيم إتا إجل تأنبت تحزل ليت عملية انتقالية جب الشعبية تحرير تقراي حبر عند قيارات السياسة تقراي تأثير إجل تهليلا قدمكم الليت شرح اللوم. حكومات فدرالية إجل لا أقليم تجراي ميزانية إجل تصادق وخدمات اجتماعية تقليم إجل التلال حكو قبام. حكومة موقتة تقليم تجراي اتمدت حكار إجل تتأسس كمبا حبرت الليتم. الأرثوذكس بيتكستان أتوبيا تسنجي من بريب أبتسنا ومنا من بري اندت فانتو ناينوسو من بريب أبتسنا إجل أسسولا طالبو أبقاسا تقليم رمو وكاهنات اتفنجيهم لعلى خلاف اندي شنكو وبقبي السلام حلول اقلودو كم اتفقو تأمرام. من بري ببسنا نايلا بيتكستان بهلت سينادوس مثل لا اقل لتفنتو لا جربو بقاسات حقولات قامو واتمطرحو اقل بيتكستان اتبقوت لكريمة فانك اقار اند شنكو كما ات بديروم مثل قلش قوكم اتفقوا لتهدق هلام. كليتهم جهات اتأفقروا شرح بر متنفعت لقات أرما بقسس تقليم أرما لحلا كنايس حبر قلش قو متنفعت لقات دمان قل تهل إعلام زياد ميزانية قل تصادق اتفقوا أمبالي ليما أبا أكي مقرح من سينادوس اندت فانتونا يرحم من بريب ابتسنا اقل اسسو لحزو العلو سلس مؤمنين السلطاتهم اقل لابلهم وابقاسات من سلطاتهم كرويام العلو زياد اسرا كاهنات الشكلهم اقل لابلو تفقام اللوم. ارتدوكس بيت كستان التقليم ارمو مؤمنين بلقاتهم اقل تنفعو للبل كما لتطلب كميشاكام إبالي بالسبب لعرضو العلو سلس باباس معارضتهم إجلا زياد 4 من 100 من الشعب أتوبيا للتبعى بيتكستان إتكلين دكا فلايام إجلا أتوبيا إتلا أكا فانج أغار إجلي لأتوا لتفرحكم على لتأمر لغة رومو إتنظام تعليم ومؤسسات ديانات كما لتطلب لأستخدم أيه اللو من اللي بالمفهوم
سبب أكي مقرح وفنش أغار جابكم هلا متقبلات لا أفهمون ثمانية لاجي إن تعانات من ليبيا لتبقصت جلبت بزرح نديد جيس كم توقات وسبعة وثلاث نفر مقرهم قويت كم الليت الدنجيس منظمت لاجين في يوم 15 فبراير حبرتم لا منظمات التألها في قرات شريح السكلة جنايد أسر ورط نفر جمع من مهلم تعرفام للو السكلة مقرهم قويت كم الليت وما يتام قلوبكم قدره أفهمتم شكال هلال الأحمر ناي ليبيا تهبايا حبرم من ناتام توقت للي جلبت سبع نفر ليتام تبعوا حطوهم كم ترفوا حبروا الذي بيوم 14 فبراير سنة 2013 جريت تبل اللي بقوتم إلا دي بأسلافات اللي سنة لبس حفنا لاجين جاري تلها لكم تا لتهدقم بأساس وسائق منظمة مجلس قران اتقبت إلا لحلفة 4 اللي تم أروحات متوسلاسة لاجي بحر المتوسط بادية كم الليلة تأمرم اتقبي لجو لبدو واروحتهم لا حقلو انفال لتوسق مأسات لتشرحون من سنة كلية الف واسر اربع اسكلام اسر واربع الف كلية متوسلاسة واربع لاجئت بحر الم توسط كم طوق او تحبر وسائق مؤسسات لاجئ منظمات مجلس كران كم سال الحبرون السنة كلية الف واسر وكلية ليتا اروحت وخبر حد الف واربع متلاجئ اتبحر المتوسط كم بادا لتأمر بزحام لاجين إقل ليبيا أسك أوروبا كم قبي لإبال حلفوكم لتنافع بام من دولة إقل لفقرو لكن بزح متاكل سادفهم الدياج من أدمت لاجين كم سألا تحبرو إت ليبيا سر مليون لاجي كم اللو قبي لإبا فقرو أو الهربوكم على بام ومسالحين حشمت وسفسلتاتنا إلى دولات بزهد ما تدردتم جريتهم كل سنة تقارير لتقدم حيث متابعين إرسات يقول يوم دولي الأخبار دي بالله تام هلام